لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول ما رأيكم في من يبيح التمثيل في المساجد وذلك من باب الدعوة؟ شيء يحدث ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في المساجد وغيرها لا يجوز، ولا ورد إن الرسول صلى الله عليه وسلم أو المسلمون بعده كانوا يستعملون التمثيل في المساجد.